فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إخوتي الكرام، الكلام على صيام يوم التاسع مع العاشر، وقلنا بأن فضل ذلك هو مخالفة اليهود، وأيضا الحيطة ليوم عاشوراء. كان من العجيب الزهري إذا سافر وكان في رمضان أفطر، يقول هذه الرخصة لا أتركها، وكان إذا سافر يوم عاشوراء ظل صائما. فلما سألوه عن ذلك قال إن الله جعل لأيام رمضان عوضا، ولكن ليس هناك عوض لعاشوراء. في سؤال يقول: أخت قال لها زوجها وابنها يسمع مهددا: إن لم يصلح حال ابنك فأنت طالقة، ما حكمه؟ سبحان الله، هذا تكليف بما لا يطاق. عامة ما نيته؟ إن كانت نيته على أمر معين، على شيء معين، لا بد يعرف نيته إيش بالضبط حتى يحدد الأمر. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على أهلي يوم عاشوراء وسع الله على أهلي طول سنته. وهذا حديث كما قال البيهقي إسناده ضعيف، بل هو ضعيف جدا. وفي رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جاء من طريق هيضم بن شداخ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على عيالي يوم عاشوراء وسع الله عليه في سائر سنته. هذا تفرد به هيضم بن شداخ وهو ضعيف. والحديث أيضا أخرجه ابن عدي في الكامل وبين علله، وجاء من حديث ابن سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على أهلي يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عيالي وأهلي يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنتي. نعم، هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة وإذا ضم بعضها لبعض أخذت قوة. حقيقة الأمر هي ضعيفة لا تأخذ قوة، بل تزداد ضعفا على ضعفها. الحقيقة أن هذه تزداد ضعفا على ضعفها، ما تأخذ قوة، وما تمسك بها إلا أهل البدع. يعني هذه ما تمسك بها إلا أهل البدع والضلالات. وقد قال: من وسع على عيالي يوم عاشوراء، من وسع على عيالي يوم عاشوراء لم يزالوا في ساعة من رزقهم سائر سنتهم. وأما الاكتحال فإنما روي في ذلك بأسانيد ضعيفة. عجيب، ويعني التوسعة رويت بأسانيد صحيحة، الكل أحاديث ضعيفة يضعف بعضها بعضا. وعن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا. وكذلك رآه بشر بن حماد ابن بشر النيسابوري عن عمه الحسين ابن بشر، ولم أرى ذلك في رواية غيره. عن جويبر وجويبر ضعيف، والضحاك لم يلقى ابن عباس، ففي إسناده ضعف وانقطاع. أقول: جبل حدثه قال: كنت مع ابن شهاب في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له: تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت مفطر في رمضان؟ قال: إن رمضان له عدة أيام أخرى وإن عاشوراء لتفوت. هذه الأحاديث برمتها أحاديث ضعيفة، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، لكنهم يرون بأن هذه الأحاديث قد تقوى. نعم، لكثير الطرق، لأنه جاء عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن غيرهما، يعني طرق كثيرة. حقيقة الأمر هذه الطرق يضعف بعضها بعضا ويقوض بعضها بعضا ويسقط بعضها بعضا. وأحاديث التوسعة، شوف عاشوراء لنا فيها طوائف ثلاثة: غلو وجفو، أو غلو من الطرفين، غلو وجفو أو غلو من الطرفين، ووسط عدول. غلو، ترى الغلو هؤلاء الذين استخدموها تجارة يتاجرون بها، وهم الرافض أخذوها يتاجرون بها،
لأنه قتل يوم عاشوراء، قتل الحسن رضي الله عنه وأرضاه ظلما وزورا، الشهيد البطل الكريم الهمام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، قتلوه ظلما. نعم. فتاجروا بها، فأخذ بها الروافد وتاجروا بها، وجعلوا المآتم، نعم، وجعلوا المآتم والمزارات وغير ذلك حربا على أهل السنة. بسبب ذلك ليش أهل السنة ارتضوا بقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، تبا لهم على ما قال. والطائفة الأخرى هي الطائفة المضادة المناهضة للروافض، وهم النواصب. والنواصب نفس الأمر، أخذوا يوسعون على أنفسهم نكاية في آل البيت وفرحا فيما حدث عن فيهم، وكلاهما على ضلال مبين، وكلاهما على ضلال مبين. وأهل السنة وسط عدول، فالخوارج يوسعون على أولادهم وينفقون النفقات الكثيرة ويكتحلون ويقولون أن هذه قربة فوق القربة، عندما يعني يكتحلون في هذه الأيام. أغبياء، شوف أغبياء، وهم أيضا أهل ضلالة. وأما أهل السنة والجماعة وسط عدول، لا يعني والله الضلال لابد أن يجر ضلالا. وهؤلاء أهل السنة والجماعة قالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى، نحن أولى بموسى من اليهود، فصاموا وأمروا بمخالفة اليهود فصاموا التاسع، ولم يوسعوا ولم يلعبوا ولم يجعلوا الموالد كما ترى، ولم يجعلوه يوم الأحزان بل هو يوم الأفراح، ولم يقيموا المآتم. ففاز أهل السنة والجماعة بالوسطية العدول. الله المستعان. الروافد أخبث خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام. عامة المسلمون يقولون بأن السنة في هذه الأيام هو صوم يوم عاشوراء قربة لله جل في علاه، وصوم التاسعاء مخالفة لليهود. بس شوف صالح طبعا أعلم الناس بهم، بيقول الروافد يطبخون في عاشوراء أطعمة كثيرة وحلوة ويأكلون، وبعدين بعد الأكل المتين يقومون إلى المسرح، عشان الكوبلي القادم بالسلاسل والسكاكين وضرب في هذا الباب. الله المستعان. عامة هم تاجروا بهذا، والخوارج أخبث فكرا وأجهل فعلا، فأخذوا يوسعون على الأهل يوم عاشوراء. والله أقل من ذلك يا سامي، أقصد أكثر من ذلك، قل 100 يشتركون في عقل واحد، وحتى 100 في عقل واحد العقل هذا ساقط. أغبياء، وكما قلت أهل السنة والجماعة عدول، يصومون اليوم فرحا بما نجى الله به موسى عليه السلام، ويخالفون اليهود بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لئن بقيت لأصومن التاسع. فكان من السنة صيام التاسع. الفوائد المستنبطة، الأحكام فرع على التصحيح، فالتوسعة واستخدام الكحل في العين في ذلك هذا من البدع، لأن الحديث التي جاءت به حديث ضعيف لم تصح. من تمسك بالسنة وفق ونجا، من تمسك بالسنة وفق ونجا. أصل البدع الاعتماد على الأحاديث الضعيفة، أصل البدع الاعتماد على الأحاديث الضعيفة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.